Let's go. صباح الخير عليكم أينما كنتم على أرض الله الطيبة. يا رب يكون يومكم جميل وسهل ويا رب يخلص وانتم مبسوطين. أهلا بكم في صباح الجيمينج، برنامجكم الإخباري اليومي عن كل ما يخص عالم الفيديو جيمز. قبل ما نبدأ برجاء تعملوا لايك على الفيديو لو عجبكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب علشان تتابعوا محتوى القناة أول بأول. نبدأ جولتنا بإعلان مفاجئ عن لعبة جديدة للجي آي جو، واللي هتاخد شكل ألعاب الضرب والعكش الكلاسيكية على غرار لعبة سلاحف انتقام شادر. اللعبة من تطوير فريق ميبل باورد جيمز المعروفين بعنوان مونستر هارفست. مقرر إصدار اللعبة في وقت ما في 2024 على جميع المنصات والحاسب. في الأيام السابقة تداولت المواقع وصناع المحتوى شتى الإشاعات عن عرض نينتندو ديركت قادم وما قد يحتوي، ولعل أبرز إشاعة محتمل صدقها جاءت من المسرب بيورو، واللي سرب قبل كده بدقة لعبة سوبر ماريو واندر قبل الإعلان عنها. وفقا لبيورو قد يكون في الطريق عنوان F0X، سواء كانت لعبة جديدة أو نقل من نسخة الجيم كيوب. بيورو لمح أيضا للإعلان عن لعبة جديدة من سلسلة دونكي كونغ. طبعا مفيش حاجة رسمية فما تصدقوش الكلام دوت بالضرورة، وبخصوصا إن لو في نينتندو ديركت في شهر سبتمبر فهو غالبا قريب ومش هنحتاج ننتظر كتير لمعرفة ما تعده نينتندو لنا. وأخيرا وفي تجلي قبيح للتعصب ومتلازمة الفان بويزم، دعا بعض مقتنيين البلاي ستيشن إلى رفض ألانا بيرس الكاتبة في استوديو سانتا مونيكا اللي هو طبعا تحت بلاي ستيشن، ودوت بسبب تغطيتها ولعبها ستار فيلد على قناتها في اليوتيوب والإعراب عن إعجابها بالعنوان. وفقا لصاحب الدعوة، ألانا بيرس يجب أن تفصل من أجل الترويج لألعاب أكس بوكس على منصة عامة، وصفا ألانا بإنعدام الاحترافية وإنعدام الولاء للبلاي ستيشن. طبعا الكلام الفاضي دوت ما جابش أي نتيجة، وشيء جميل عامة أننا نرى صانعين الألعاب ذات أنفسهم لا ينخرطوا في مخاطرات الخرابيط. وبكده نبقى وصلنا لجولتنا النهاردة، أتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بيها، وأتمنى لكم يوم سعيد ونهار أبيض إن شاء الله. شكرا للمشاهدة ونشوفكم على خير في الفيديوهات القادمة.